اهلا وسهلا بمتابعي قناه شوف تيفي في هذا البث المباشر من مدينه الرشيديه وسط المدينه. سخط يعني سخط الركاب سخط كبير. فين للبيرو للبيرو الاولى فيها قوضر فيها كنترات ما فين كان هذا نطلع لهم الطرول. يلاه ميس سير سير تما مباشره من الرشيديه سخط كبير للركاب بعد ما خسر بهم الطوبيس. شوفوا شنو واقع متابعي قناه الشعب واللي كيقولوا احد ارتسامات ديال الساكنه اللي كيقولوا بان الطوبيس وقف ليهم وفي الاخير كيقول لهم سائق الطوبيس نزلوا باش تدفعوا معنا. وغادي نلتحقوا متابعي قناه الشعب في هذا البث المباشر الى الاداره. اخلي لي هذيك البريكه حداك. في هذه الاثناء متابعي قناه شوف تيفي سخط كبير للركاب بعد ما خسر بهم الطوبيس. وهاشنو وقع متابعي قناه الشعب. حطيتو ليه شوف واش خليت فيه السوارت دائما نجدد الترحاب والتحيه بمتابعي قناه شوف تيفي في هذا البث المباشر من مدينه الرشيديه. وسخط كبير للركاب بعد ما خسر بهم الطوبيس وسط المدينه. واللي كيقول احد ارتسامات ديال الساكنه وديال الركاب اللي كيقول بانه السائق قال لهم الا كان ممكن انكم تنزلوا باش تدفعوا معنا الطوبيس لانه خسر. وفي هذه الاثناء متابعي قناه شوف تيفي الركاب اللي كانوا راكبين في الطوبيس في هذه الاثناء طالعين لصاحب مولاي. كنتي من الركاب؟ اه ماشي مشكل صافي صافي. كنتي راكب حتى انت؟ لا انا ما راكب القوانين تما اللي قالوا لي يلاه سير. واخا شوف خويا واخا ما تبانش ماشي مشكل غير قلنا اشنو وقع. كنتو دابا دابا الطوبيس هذا ضاع لنا في الطريق وقالنا شي فوق هبط دفع الطوبيس ووقف بكم الطوبيس ضاع ما فيه حتى الكونتاكت. داك سميتو دابا سميتو دابا ماشي مشكل مشكل انتوما كنتو المهم داك السيكلو سميتو هو اللي جا لقى لي الخيط عاد باش ديمارا ومشى. يعني كنتو راكبين في الطوبيس ما فيهش حتى الكونتاكت. ما فيه حتى الكونتاكت في الاخر وقف وسط الطريق وقالنا هبطوا دفعوا الطوبيس. يعني الركاب قال لهم السائق هبطوا باش تدفعوا معايا الطوبيس. اييه ديما معطلين حتى تحملوا المسؤوليه. يعني انتم تلاميذ وطلبه اللي كنتوا راكبين في هذاك الطوبيس. اييه وديما معطلين ديما تنجيبوا والدينا على الخوان هنايا. معطلين ساعه ساعتين ثلاث سوايع. دابا فين طالعين دابا؟ طالعين للاداره. هذه الاداره ديال الناس المسؤولين على الطوبيس. اييه باش تلقاو شي حل لهذه القضيه هذه. اييه انت من الساكنه ديال اش؟ مدغره. ساكنه مدغره يعني خصك ضروري تجيب الطوبيس وتحتفظ على الوقت. وتنجلسوا ساعه ديال الوقت عليك وحنا معطلين ساعه ديال الوقت حنا تسناو والو. يعني كيف ما سمعتوا متابعي قناه الشعب في هذا البث المباشر من مدينه الرشيديه بعد ما الطوبيس خسر وسط المدينه وسخط كبير للركاب. وانتم سمعتوا وشفتوا شنو وقع متابعي قناه الشعب بين مدينه الرشيديه وان شاء الله متابعي قناه الشعب الى بث اخر وموضوع اخر ان شاء الله.